كتير قوي بيبقى نفسنا نعيش حياتنا كده في سلام وفرح وبركه. ثلاثه دول ساعات كتير بنبقى محرومين منهم، السلام ساعات والفرح ساعات والبركه ساعات، وساعات اثنين وساعات الثلاثه، صح؟ نفسي النهارده ناخد 8 مفاتيح بسرعه، كل مفتاح هناخده في دقيقه عشان نعرف نعيش الثلاث حاجات دول في حياتنا. حد يحب؟ كلنا نحب، صح؟ يلا ناخد المفاتيح بسرعه وركزوا معايا علشان في الاخر هنسال اسئله واللي هيجاوب هياخد فلوس، حلو كده؟ طيب اول مفتاح نفسي كلنا نتعلمه طول الوقت هو الشكر. طول الوقت، وقصدين نقول طول الوقت. الوقت صعب، بشكر. بشكر على الوقت الصعب؟ لا، بشكر على ربنا اللي هيخرجني من الوقت الصعب. بشكر ربنا اللي هيحول الشر لخير. بشكر ربنا اللي هيخرج من الاكل اكلا ومن الجافي ايه؟ حلاوه. فانا بشكر حتى في وقت الضيق وحتى في الوقت الصعب، عشان عارف وعارفه ومتاكدين انه لينا اله قدير ملوش دعوه بالاوقات الصعبه، لكن هو يقدر عليها. هو اقوى، هو اكبر، وهو اعظم من الاوقات الصعبه بتاعتنا. فعايزين نتعلم كلنا نشكر. شكرا يا رب. دايما نشكر على الحاجات الحلوه، ده مش دايما كمان، ده ساعات نقعد نطلب 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 ولما تيجي ننسى ايه؟ نشكر. نفسي نتعلم يبقى في لساننا على طول لغه الايه؟ الشكر. شكرا يا رب لانه اديتني يوم اول ما اصحى من النوم، شكرا على اولادنا، شكرا على صحتنا، شكرا على عينيا اللي لسه بشوف بيها، شكرا على رجلي اللي لسه بمشي عليها. ولو حصل لا قدر الله ظروف صعبه، شكرا يا رب لانك قدير ولانك موجود ولانك تخرجني من ايه؟ من الظروف الصعبه دي، ومش ارجع زي ما انا، ارجع اقوى وارجع ايماني اكتر وارجع فرحان بالرب اكتر وجوايا سلام اكتر وجوايا بركه اكتر. خلينا ناخد ايه مع بعض عن الشكر. يقول كده في فيليبي 4: لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. معناها ايه الآية دي؟ إن أنا لو عايزة ربنا يستجيب أنا ما أقعدش أقول له يا رب عايزة يا رب عايزة يا رب عايزة يا رب عايزة، أقعد أشكره. أقعد أصلي وأشكره بس. وألاقي إن هو في الآخر بيديني حتى لو أنا ما طلبتش. ليه؟ لأنه أبويا. ويقول كده إنه أباكم يعرف إيه؟ ما تطلبونه من غير ما إيه؟ تطلبه. هو عارف احتياجاتنا، بس لما بنقف وبنعبده وبنشكره بس هو بيسدد احتياجاتنا وبيستجيب لصلواتنا. فاول مفتاح ايه علشان نعرف نعيش في سلام؟ شكر. تاني مفتاح نتعلم نحسن لكل الناس. يعني ايه؟ يعني مش جانو بحبها فانا هبقى كويسه معاها واحسن اليها. رانيا مش بحبها، بحبك يا رانيا، بس ده مثال بس. رانيا مش بحبها فمش هأحسن إليها. بأحسن للكل. يعني إيه أحسن للكل؟ يعني أعمل الخير مع الكل. يعني اللي محتاجني يلاقيني في أي وقت. يعني لو حد عايزني في وسط الليل بقوم ألبس وأروح له. يعني لو حد اتصل بيا وأنا لسه راجع من الشغل وتعبان بس محتاج إن أنا أنزل بنزل. بعمل الخير مع أي حد. ليه ده بيحسسنا بالفرح والسلام والبركة؟ ليه؟ لأن أنا لما بعمل كده أنا بفرح الروح القدس اللي جوايا. فطبيعي لما الروح القدس اللي جوايا يفرح، مين يفرح؟ انا. هلاقي نفسي فرحانه، هلاقي نفسي حاسه بسلام. ليه؟ لانه الخير اللي انا بعمله والاحسان اللي انا بعمله مع الناس بيفرح الروح القدس اللي جوايا وبيفيد عليا، فانا كمان بشعر بسلام وبشعر بفرح وبشعر براحه، رغم انه ممكن تبقى ظروفي ساعتها مش احسن حاجه، بس لما بعمل كده بخرج من نفسي وبقول له يا رب انا ظروفي صعبه وانا حطها في حجرك، وهنزل واخدم واشوف احتياجات الاخرين واحزن للكل حتى اللي اساءوا الي. لو واحده عارفه ومتاكده 100% انها بتقول عني كلام وحش واتصلت بيا محتاجاني، هجري ولا مش هجري؟ هجري يعني. لان انا مش بعامل ناس، انا بعامل مين؟ بعامل ربنا، انا مش بعامل الناس. فحتى لو اساءت ليا ما اقولش لا يعني دلوقتي افتكرتني مش نازله عشان تعرف قيمتي، لا. انا كده بقى بعيش زي العالم مش بعيش زي ابويا السماوي. فلازم نحسن، نتعلم نحسن للكل. للكل اللي اساءوا ليا، اللي ضروني، اللي جرحوني، اللي اذوني في شغلي،
اللي بيعملوا نميمه عليا وبيقولوا عليا كلام سلبي دول اول ناس نحسن اليهم. في ايه بتقول كده في الكتاب المقدس ولا احنا بنقول كده وخلاص؟ برافو عليك، احسنوا الى مبغضيكم. تخيلوا بقى ان انا يبقى واحده متاكده مليون في الميه انها بتكرهني، بس اول ما تتصل بيا وتقول لي محتاجانك اجري عليك. ده كده انا مش بعملها زي ما هي بتعاملني، انا بعملها وبعامل ربنا فيها. خلونا ناخد الايه بتاعت الاحسان. يقول كده احبوا اعدائكم، احسنوا وافرضوا وانتم لا تربون شيئا. يعني لما اعمل حاجه حلوه في جانو مش لازم استنى ان جانو ايه تردها لي، انا بعملها ومستنيه مين يرد لي؟ ربنا. عارفين ان رد ربنا بيبقى احلى كتير قوي قوي، وتعويضات ربنا بتبقى اعظم كتير قوي 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 من تعويضات الناس اللي ممكن نخدمها وفي الاخر ما ناخدش حاجه منها. مش مهم ناخد، لو انا ما خدتش هقول الله كويس قوي ان انا ما خدتش من الناس، عشان هاخد من مين؟ من ربنا. لان لو خدت من الناس خلاص ربنا هيقول خلاص، هي كانت مستنيه الناس والناس اديتها خلاص. لكن لما ما استناش من الناس وارفع عيني على ربنا واقول يا رب انا اديت رغم انها جرحتني، انا اديت رغم ان وقتي قليل قوي، انا عملت رغم ان انا ما فيش صحه اعمل، لكن انا بعمل كل ده عشانك انت ومستنيه التعويض منك انت. يبقى اول مفتاح ايه؟ في كل وقت. تاني مفتاح ايه؟ الاحسان للكل للكل. ثالث مفتاح انا عارفه ان دي بتبقى صعبه قوي، بس اي مفتاح من دول من غير ما ربنا يدينا ايه هيبقى صعب برضه. الغفران. عايزه اقول لكم الغفران لما بسامح حد انا اللي برتاح مش الحد ده. يعني لما كتير قوي حد يقول اقول لها طب سامحي، تقول لي ما تستاهلش ان انا سامحها. اقول لها انت تستاهلي، انت تستاهلي انك تسامحي، لان انت لما هتسامحي هترتاحي، هتفرحي، هتحسي بسلام، هتحسي ان في حجر على قلبك اتشال مهما عمل اللي قدامك ومهما اذاكي ومهما حصل ومهما ظلمك. سامحي ليه؟ حتى لو هي ما تستاهلش وهو ما يستاهلش، انت تستاهلي ترتاحي وتفرحي، انت تستاهل ترتاحي وتفرحي. فالغفران مش عشان اللي قدامي يستاهل او ما يستاهلش، الغفران عشاني انا. ومش بس كده، كل ما بغفر كل ما بتاكد انه انا لما بعمل حاجه وخطيه مين بيغفر لي؟ ده ايه ولا بنقول خلاص؟ بنقول ايه؟ لا الايه بتقول ايه؟ اغفروا يغفر لكم. هي كده، غفرت هيغفر لي. لو حد ما عندوش خطايا خالص وما عندوش مشكله ان ربنا يغفر له انه ما عندوش خطايا ما يغفرش. حد ينفع يرفع ايده يقول انا؟ صح كده؟ فتالت مفتاح للراحة والسلام والفرح هو الغفران. خلينا نسامح حتى لو ما جاتش اعتذرت لي مش مهم، حتى لو ما جاش وعرف غلطته مش مهم، أنا بعمل ده عشان خاطر ربنا وعشان خاطري أنا أرتاح. الآية فإنه إن غفرتم للناس زلتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلتهم. اول حاجه ايه؟ شكر. تاني حاجه احسان. الايه؟ احسان. تالت حاجه؟ رابع حاجه حافظوا. وتعالوا نحافظ كلنا على امانتنا. احنا في جيل ملتوي، احنا في جيل شرير، احنا في جيل ضلمه. لازم انا ابقى نور، لازم انا اللي ابقى عندي امانه. لو في الشغل كلهم بيقولوا نميمه انا مش هقول نميمه، لو الجيران كلهم بيتلموا وبيتكلموا ويجيبوا سيره الناس انا مش هعمل كده، لو في الشغل بياخدوا كلهم بيفتحوا الدرج وبياخدوا رشاوي انا مش هفتح الدرج واخد رشاوي. طب انا فلوسي قليله قوي ربنا هيبارك. بنقول وخلاص لا، الكام سمكيه والكام رغيف كفوا كام واحد؟ ما عدا مين؟ يعني 15,000. حد يعقلها؟ كمان ربنا يقدر من القليل اللي بيجي لك والقليل اللي بيجي لك يعيشه ويبارك ويفيد. يقدر؟ يقدر وعملها ولسه بيعملها، لان هو امس واليوم والى الابد ما بيتغيرش ابدا. فرابع حاجه خلينا نكون امناء، خلينا نكون لما حد يسالني ما اكدبش، حتى لو لمصلحه حد ما اكدبش، هقول الحق. حتى لو هتاذي هقول الحق. لما ربنا يشوف امانتنا هو هيقف معانا ومش هيخلينا تاذي، رغم انه يبان ان انا لو قلت الحق هتاذي، بس لو عملت كده صدقوني مش هنتاذي، لانه ربنا امين جدا. عمري ما امشي ليه خطوه وهو ما يمشيش ليه خطوات كتير.
فخلينا نكون امناء في وسط العالم اللي احنا فيه. الامناء دول بينوروا في وسط الضلمه، يقولوا اه ده فلان دوت مختلف تماما عن بقيه الموظفين كلهم اللي في الشركه، مختلف، ما بيجيبش في سيره حد، دايما ما بيحلفش، ما بيشتمش، ما بيفتحش دربه، ما بيذمش حد وبيدين حد، ما بينفذش على حد، ده مختلف. ده معناه ايه؟ ده بقى نور، ده بقى كده شهاده عن الهه، واحنا مطالبين كلنا نبقى نور. هو اللي قال لنا كده، انتم نور العالم، انتم ملح الارض. ملح ده يدي طعم، الامانه دي واحنا في المكان اللي ما فيهوش امانه يدي طعم، يبين انتوا الهكم مختلف، اللي بتعبدوه مختلف عن كل اللي في العالم. مش السلام اللي فيكم رغم الضيقه اللي عندكم مختلف عن العالم كله، احنا عايزين الاله ده، فيشاوروا على الهنا ويمجدوه لما احنا نكون امناء. يبقى واحد شكرا، اثنين برافو، ثلاثة أربعة أمين. طيب خلينا ناخد الأمانة، بنقول إيه؟ أتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض وارعى الأمانة، انتظر الرب واصبر له، ولا تغر يعني ما تغرش من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. يعني ما تبصوش الأشرار وتقولوا بصوا الأشرار عندهم فلوس قد كده هنبقى زيهم ونبقى أشرار زيهم عشان يبقى عندنا فلوس، لا، دول بصوا نهايتهم بقى، بصوا نهاية الأشرار دول هتبقى إيه، وإحنا نهايتنا لما نبقى أمناء هتبقى إيه. خامس مفتاح، خلي لساننا حلو، لساننا حلو. يقول كده في رسالة يعقوب ما ينفعش أبدا يبقى ينبوع واحد يطلع مية إيه ومية إيه، عذبة وملحة، ما ينفعش. خلينا نتعلم يبقى لساننا حلو. يعني ايه لساننا حلو؟ يعني دايما اشجع. حتى هو قال كده شجعوا ايه؟ صغار النفوس. لما الاقي حد عمل حاجة بسيطة وفرحان بيها واقول له يا فرحتي بيك، لا، اقول له كويس، حلو قوي، ربنا يبارك لك، ان شاء الله بكرة تعرف تعمل اكتر. خلينا يبقى لساننا حلو، خلينا لساننا يبقى مليان بركة، مش مليان شتيمة ومليان لعنة ومليان شتيمة على البلد، والبلد دي عمرها ما هتتقدم، والبلد دي هتفضل ترجع لورا، والراجل ده ما فيش فايدة فيه وهيفضل كده على طول، والست دي هتفضل نكدية على طول. اللسان الحلو يخلي الناس تحبنا، يخلي ربنا يبقى لازق فينا، عشان هو لسانه حلو، عمره ما بيقول كلمة شر، يقول كده الأفكار اللي أنا مفتكر بيها عليكم أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. أفكار ربنا علينا كلها سلام، كلها فرح، فإحنا كمان لازم لما نتكلم مع حد يبقى لساننا حلو، يبقى لساننا مليان كلمات بركة وكلمات تشجيع وكلمات حلوة وكلمات إيجابية عن البلد. عارفين النبوة اللي هي النبوة الذاتية اللي هي تحقيقها ذاتي اللي هي إيه؟ ان انا لما اقول انا ما في انا مش هعرف اعيش في الشهر بالمرتب ده، دي انا تنبأت على شهري وعلى حياتي ان انا مش هعرف اعيش، دي اسمها نبوه، اسمها اللي هي بتتحقق لوحدها، لا نبوه ان انا بعمل نبوه على نفسي سلبيه وبتتحقق، دي ولا ربنا اللي بيعملها ولا الشيطان، ده انا، لا، لما بقول نبوة سلبية على نفسي بتتحقق، عشان في آية بتقول كده، كما تشعر في نفسك هكذا أنت، يعني اللي أنت بتحسه هيكون. أنا شكلي كده، أنا خايف يجيلي كانسر، لا أنا هيجيلي كانسر، أنا عيلتي كلها جات لي كانسر، أنا هيجيلي كانسر، هيجيله؟ هيجيله من الخوف بجد، فدي اسمها نبوة ذاتية التحقيق. الحمد لله افتكرت. يعني ايه؟ يعني بتتحقق نفسها بنفسها، انت قلتيها، انت قلتها على نفسك، على بلدك، على ولادك، على مراتك، على اخوك، هتتحقق، وكل ما تقعد تقولها اكتر كل ما تدي ابليس يحققها في حياتك اسرع. ارجوك انت رفعت ايدك، انا اسف، عايز تقولي حاجه غير الحلم؟ بتنبأ دي، انا زي ما بقول لك كده، انا ابني ده فاشل وهيفضل طول عمره فاشل، عمره ما هينجح، هيحصل كده على فكره، لما بقول كده بيحصل كده، دي نبوة ايه؟ ذاتية التحقيق، بقولها وبفضل اعيد وازيد فيها، فكأني بفتح للشيطان باب ان هو يحققها في حياتي.
بلاش لساننا يكون بيأذينا وبيأذي اللي احنا بنحبهم واحنا مش فاهمين وبنقول بجهل. خلينا لساننا يبقى مليان كلمات تشجيع، حتى لو ولادنا ضعفة في الدراسة هنقول له معلش الشهر الجاي تبقى احسن وهساعدك وهتبقى احسن وهديك درس وهتبقى احسن، مش ياجي الخيبة وهتفضل خايب وهتفضل فاشل وبص لده وبص لده، عمره ما هينجح لو عملنا كده. لكن لو قلت له كلمات حلوة وشجعته وسندته وقفت جنبه هيبقى احسن واحد في الدنيا. فدي كمان مهم قوي ان لساننا يبقى حلو، وده كمان يخلينا عايشين في سلام وفرح مع كل الناس. يقول كده: ولكن اقول لكم ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. كل كلمة بطالة هنقف قدام ربنا كده وندفع حساب يوم الدين، يوم الدينونة العظيم. لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. يعني الله مش هيدلنا، مين اللي هيدلنا؟ كلامي، كلامي هو اللي هيدلني قدام الله. انت قلت ان انت فاشلة وحصل كده، انت كدبتي، انت شتمتي، انت كدبت، انت فاهمين ازاي؟ فكلامنا مشكلة كبيرة قوي اللسان ده. خلينا نقرأ رسالة يعقوب كده وعرفوا قد ايه اللسان ده مشكلة كبيرة. اتفضلي، كنت هتقولي دي بالظبط بالظبط. في رسالة يعقوب يقول كده: الحياة والموت في اللسان. مش الله هو اللي بيقول انا بزرع فبحصد، بزرع نبوات سلبية بحصد احداث سلبية بتحصل في حياتي، بزرع كلمات ايجابية بحصد احداث ايجابية بتحصل في حياتي. فخلينا نصلي النهاردة كده نقول يا رب ده حافظا لفمي وبابا حصينا قوي 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 لشفتي قبل ما اجرح حد. عارفين ان انا طيب خاطر حد ده عند ربنا قد ايه عظيم؟ ان انا تبقى واحد تعبان وواحده تعبانه وانا طيب خاطرها وطبطب عليها، ده قد ايه عند ربنا عظيم وقد ايه عوضنا عنه. طيب نسمع ولا ايه؟ يلا، واحد برافو، ها اثنين الاحسان، ثلاثه الغفران، اربعه الامانه، انت كاتباها مش هتديكي فلوس، الامانه ماشي، خمسه ايه؟ برافو، حلو قوي. طيب يقول كمان آية كده: في شفتي العاقل توجد حكمة. يعني العاقل سواء الست أو الراجل العاقل يطلع كلمات مليانة إيه؟ حكمة. تمام؟ طيب نمرة ستة: مش بقى لساني اللي يبقى حلو، عينيا تبقى حلوة. دايما أشوف الحلو في اللي قدامي مش الوحش، دايما أشوف نص الكوباية الإيه؟ المليان، فاشكر على نص كوبايه الماء. اقول لجانو: جانو انت فيكي حاجات حلوه قوي، انا بحب فيكي كذا وكذا وكذا. هي ما فيهاش عيوب؟ لا فيها عيوب، كل انسان فيه عيوب، بس انا حبيبتي بس انا هبص على الحاجه الايه؟ القط الحلو في اللي قدامي، مش تبقى عينيا بتجيب الشر. ابص كده وادور ونحكش على الحاجه الوحشه عشان يبقى ليه عضلات، انا عرفت اطلع الوحش اللي في اللي قدامي. ابدا ابدا، ده احلى حاجه ان انا اطلع عيني تطلع الحلو اللي في اللي قدامي. تبقى مثلا مش لابسه ولا حاجه حلوه غير مثلا الشوز بس اللي عجباني، اقول لها الله الشوز بتاعتك تحفه النهارده، رغم انها ممكن تبقى مش لابسه حلو، بس انا اطلع الحاجه الحلوه واقول لها وافرحها. الناس بتحب تسمع الكلمه الحلوه، فخلي عينينا تشوف الحاجه الحلوه للناس، خلي عينينا تبقى بسيطه، بلاش مقارنات، بنت خالتي عندها وانا ما عنديش، صاحبي عنده وانا ما عنديش، بلاش مقارنات، بلاش غيره، بلاش حسد، بلاش ان انا ابقى مش راضيه او مش راضي عن حياتي، لكن خلي عينينا مليانه. عارفين العين المليانه دي؟ تقعد طول الوقت تعرف تشكر، طول الوقت تعرف تعبد. العينين اللي مش مليانه اللي طول الوقت عينين جعانه وعايزه زي ده وزي ده وزي ده عمرها ما هتفرح. عشان كده قلنا دي مفاتيح فرح، مفاتيح سلام، مفاتيح بركه. فخلي نتعلم كده ان عينيا بدل ما تجيب الوحش في اللي قدامي تجيب الحلو، بدل ما اقعد اقول انه انا شايفه انه الدنيا من سيء لاسوء هقول لا في حاجات حلوه اتعملت في البلد، الاسعار غليت بس ان شاء الله ربنا يبارك في اللي احنا بناخده ونقدر نعيش ونقدر نكمل. لازم اقول اشوف الحاجه الحلوه اللي بتحصل، مش طول الوقت عينيا على الوحش وطول الوقت عايزه اطلع عيوب اللي قدامي، لانه ده بيخليني انا نفسي مش بشعر براحة ولا فرح ولا سلام في حياتي ولا البركة، باب البركة يتقفل طول ما أنا بعمل كده. طيب العين البسيطة بقى: سراج الجسد هو
العين. إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله منور. العين لما تبقى بسيطة كده وبتشوف الحاجة الحلوة في اللي قدامها، الجسد منور. يعني إيه؟ يعني يبقى نور، يبقى ربنا بيشع مننا لأنه إلهنا نور، نور العالم. فلما بيبقى جسدي منور يعني إيه؟ يعني ربنا بيشع مني، بينور مني، طالع كده مني. لما طول الوقت عناية تبقى بسيطة فجسدك كله نيرا، وإن كانت عينيك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. بص الرعب بقى، مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ مهم قوي 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 إنه أنا أخد بالي إنه مش بس لساني اللي يبقى حلو، كمان عينيا تبقى بسيطة وتبقى حلوة وتشوف الحلو في اللي قدامي. في حد أبصله ما لقيش ولا حاجة في الدنيا حلوة فيه؟ مفيش، لأنه إلهنا عادل. إلهنا ما ينفعش يدي حد حاجة وواحد كده ما يديلوش ولا حاجة خالص في الدنيا حلو، ما ينفعش. ربنا سيد المسيح لما وقف مع السامرية كان بينكش على حاجة حلوة فيه، صح؟ ولقى على فكرة، قال لها إيه؟ بالصدق أجبتي، لقى إنها صريحة، فقال لك آه حاجة حلوة أهي هطلعها، وراح قايلها لها. عينيه كانت بتدور على الحلو، ولسانه كان نفسه يقول لها حاجة حلوة، فلقى حاجة حلوة فيها وطلعها فيها. خلينا كلنا نعمل كده مع الناس، مش عشان بس الناس تحبنا، لا، عشان الناس تحب ربنا اللي فينا، وتحب ربنا اللي بيخليني عيني حلوة وبيخليني كمان لساني حلو. طيب، سابع حاجة الستر. ربنا يستر علينا كلنا. كم مرة ربنا ستر كل حد فينا؟ عايزين نتعلم احنا كمان نستر. لما اشوف خطية حد عملها وعرفتها استر، لما اشوف عيب في حد استر، لما اشوف ضعف في حد استر. استر مهم قوي اتعلم الستر. كل ما هتعلم الستر اكتر كل ما هبقى شبه ربنا اكتر، لانه ربنا طول الوقت بيعمل ايه؟ بيسترها معانا، مش كده؟ ونقول يا رب بتستر، وتفضل طول عمرك تستر. انت سترتها وسترت وتستر ولسه هتستر. فاحنا لما بنعمل كده مع الناس كاننا بنبقى شبهه هو. خلينا نتعلم نستر على الناس، مش ما نصدق نعرف سر على حد ونجري نقوله لاكتر كم ممكن من الناس. سامعيني يا ستات؟ عشان احنا اكتر ناس بتعمل كده. لما نعرف حاجه عن حد وحشه نستر ونقول يا رب كلنا فينا ضعفات وانت بتسترها علينا. لما اعرف خطيه، لما اعرف عيب، لما اعرف حاجه عملها غلط استروا استروا استروا. ربنا ايه؟ استركم، استروا، ربنا يستركم. دي حاجه مهمه جدا ان انا اتعلمها، وكل ما اعمل كده هحس بالراحه واحس بسلام واحس بفرح في حياتي وفي بيتي وفي اولادي. كل ده باخد عليه تعويضات من ربنا. طيب الايه يقول كده، البغضة تهيج خصومات والمحبة تستر كل الذنوب. تخيلوا، يعني انا لما بتكلم على حد يبقى مليون في المية انا مش ايه؟ مش بحبه، مش بحبها لو بعمل كده. فمهم قوي استر، لان المحبة بتستر. وآية كمان حلوة قوي يقول كده، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدا، ان المحبة تستر كثرة من الخطايا. مش خطية واحدة ولا ذنب واحد ولا عيب واحد، كتير. خلينا نتعلم نستر، خلينا نتعلم نغطي على أخطاء الآخرين، ما نفضحهمش وما نقولش نميمة عنهم وما نقعدش نحكي على أسرارهم قدام الناس كلها. خلينا نتعلم نستر، ده هيريحنا ويفرحنا ويباركنا جدا. آخر حاجة، كن كريم في العطاء، مش بس في جبنة، وخصوصا الوقت ده مش بس جبنة وكلماتنا ومشاعرنا. خلينا كرماء، خلينا نعرف ندي بجد، ندي من قلبنا وندي من جيوبنا وندي من وقتنا. قال كده ادفعوا العشور وجربوني، مش عشر واحد، لانه هو مش قصده على الفلوس بس، هو قصده على عشور كل حاجة، عشور مشاعر وعشور وقت وعشور ايه كمان، وعشور كلام، كلامنا الحلو نبقى بنقوله للناس. خلينا نتعلم ندي، خلينا نتعلم دايما دايما. كل معظم الناس تقول كده، اكتر حاجه ما نعرفش نتعامل معاها واخر حاجه ينفع نتعامل معاها هو جيوبنا. فانا لو ابتديت من جيبي، لو ابتديت ابقى محتاج واطلع من اللي عندي،
لو ابتديت ابقى كل اللي معايا يكفيني ومع ذلك لو لقيت رانيا محتاجه اروح مطلعه باللي يا دوبك هيكفيني وادي اختي اللي محتاجه، انا ربنا هيباركني وهيباركها اضعاف، هيباركها هي كمان. مهم جدا 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 العطاء. العطاء ايه يقول عليه الكتاب المقدس؟ العطاء افضل من الاخذ، مخبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. يعني ايه مخبوط؟ يعني الله بيفرح لما انا بدي فلوس بيفرح، بدي كلام حلو بيفرح، بدي من وقتي بيفرح، بدي من صحتي بيفرح، بيفرح لما انا بدي. خلينا نتعلم ندي، واول حاجه نتعلم نديها هي من جيوبنا. يعني ما اقولش انا خلاص ادفع العشور خلاص كده مالكش حاجه عندي يا رب، لا، ربنا ليه الكل، ليه الكل، كل مرتباتنا وكل اللي بيجي لنا في الدنيا دي كلها هو خيره، هو المسؤول عنه، هو اللي جايبه لنا، لولا ما كانش جه. حتى لو من الاعوال. بالظبط. عندنا مثال في الكتاب المقدس، مين؟ ما كانش عندها غير فلسين ومع ذلك راحت ادتهم. ربنا عمل ايه في الست دي؟ طوبها واكرمها، والكتاب المقدس كله بقى يحكي عن الست الغلبانه دي اللي ادت من اعوازها. احنا لو اتعلمنا ندي من جيوبنا ببساطه هنعرف نتحرك للناس ببساطه، وهنعرف نديهم وقت، وهنعرف نديهم كلام حلو، وهنعرف نديهم مشاعر، لانه اصعب حاجه بنعرف نتعامل معاها هي ايه؟ جيوبنا. فربنا يدينا ان احنا نبقى بنعرف ندي عشور كل حاجه، ولو عايز اكتر من عشور اقول له يا رب انا وكل ماليه بتاعك. هو انا الخير ده كله بتاع مين؟ هو انا الخير ده كله يا رب مين اللي اداهوني؟ انت، اللي انت عايزه انا هديهولك. خلينا ناخد ايه عندي وبعدين نقول الثمانيه كلهم مع بعض. هاتوا جميع العشور الى الخزنه ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود. بصوا بقى لما بندي ربنا العشور. إن كنت لا أفتح لكم قوة السماوات، قوة يعني شبابيك، يفتح مش شباك واحد في السماء، يفتح شبابيك السماء علينا كلها. إن كنت لا أفتح لكم قوة السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. يعني إيه؟ يعني بركة كده مش ملاحق عليها. ده أنا بدي، العالم يقول لك لو اديت اللي عندك يقل، لكن ربنا يقول لك إيه؟ لو اديت اللي عندك ايه؟ يتضاعف. مالكوش دعوه بالعالم. العالم بيقول لا ما تديش، ما دام اللي معاك على قد الشهر خلاص ما تديش. لكن ربنا يقول لك ادي وجربني. ادي اكتر طب من العشور كده وجربني. ادي الاحتياج الفلاني والاحتياج الفلاني وجربني، وشوف اذا ما كنتش افتح لكم السما كده وبارككم بركه بحيث ان انتوا تبقوا مش ملاحقين. وآية أخيرة. تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانهم. عارفين ايه هو الكيل ده؟ عارفين يعني ايه كيل؟ تعطوا، بس انت هتدي عادي. ربنا بقى لما يدي كيل شكله ايه؟ بص صفاته. ملبد يعني ايه؟ لا، ملبد غير المهزوز. ملبد يعني ايوه، ملبد يعني بقعد اعمل كده. عارفين يا ستات الدقيق والسكر لما بنقعد نعمل كده ده، وبعدين مهزوز يعني ايه؟ مدفوق، صح كده. وبعدين المهزوز اهز عشان ينزل شويه تاني عشان اعرف احط تاني. يبقى ملبد مهزوز فائض، يعني مش بيجي لغايه اخر الغطا، لا، بيعمل ايه؟ فيض فائضا تعطونا في احضانكم. فانا يكب، بالظبط، يكب على اخرين. فانا لما ادي من اعوازي ربنا يديني اكتر واكتر واكتر. تمام؟ طيب احنا كده خدنا ثمانيه والفلوس طالعه. يلا مين هيقول لي الثمانيه؟ اتفضل. نشكر، نحسن للكل، الغفران، الامانه، لساني حلو، عينيا حلوه، اكون كريم مع الكل. الثمانيه كده ناقص ايه؟ ناقص واحده، الامانه. الستر، خد يا رنا. يلا مين تاني؟ انا بحب اشجع الرجاله، معلش، فرصه معانا رجاله كتير النهارده. مين تاني راجل يحب يقول الثمانية؟ ها؟ ايه ده؟ ايه؟ ما تخافوش هنساعدك، يلا. ها؟ روماني، يلا روماني. حاضر، انا بقول لك بحب اشجع الرجال، اتفضل، يلا. الشكر، الاحسان، الغفران، الايه؟ الامانة.
العينين الحلوه، اللسان الحلو، ها اللي مش سامعه، العطاء ماشي، ها لسه اتنين. ايوه قالت كرم، كرم الستر، ها الكرم البسيطه، والعين البسيطه ما لهاش. ماشي مش هنزعلك، كل سنه وانت طيب. طب يلا الستات بقى، الستات بقى، ها اتفضلي. اه قولي حبيبتي. الشكر، الشكر، الاحسان، الاحسان، الغفران، الامانه، العين البسيطة، اللسان الحلو، العطاء، العطاء، برافو، الستر، ها فاضل لها حاجة بتعدي وراها يا رانيا. خد يا جامع. مين تاني؟ مين تاني؟ اتفضلي حبيبتي. يلا الشكر، الإحسان، الغفران، الأمانة، برافو، العين الحلوة، اللسان الحلو، الستر، العطاء، برافو، برافو، شاطرة، ها مين؟ شايفين الستات؟ شايفين الستات مش شاطرة؟ في ست هنا أهو. طب يلا قولي لي بصوت عالي بقى، ها الشكر، ها وإيه كمان؟ لسه في، لسه في حاجتين. احنا تمانية، قالت تمانية، قلتي تمانية؟ انت جوزها ولا ايه؟ انتوا بتخموا. قولي بسرعة بسرعة عشان عايزين نرنم تاني. برافو كده صح. يلا مين تاني؟ قولي يا قمر. الشكر، الإحسان، الأمانة، هما كام؟ ها؟ ها؟ والكرم والستر والغفران، برافو، خدي يا رانيا، ها؟ فاضل واحدة، فاضل واحدة، فاضل واحدة، فاضل واحدة، اه النص ده ما خدناش منه أي حد، يلا انت، يلا اتفضلي. نورة، الشكر، نورة، ها؟ العطاء، تمام، الستر، نايس حاجة، الأمانة، صح. ربنا يبارككم، احنا خلصنا، ربنا يبارككم بجد. أنا قصدي كنت أعمل كده عشان نحفظ، ده مش بيخلينا نعيش حياة عادية، بيخلينا نكون نور للعالم ومرح الأرض، مش بس كده، بيخلينا احنا نفسنا فرحانين، احنا نفسنا مليانين سلام، واحنا نفسنا ربنا يباركنا. كل سنة وانتم طيبين.